النهارده هنعمل كبسه، بس هنعمل كبسه بشويه سجق كده. احنا بنكمل شويه الحاجات اللي موجوده كده عندنا في الثلاجه او في الفريزر من ايام العيد، فهتلاقي شويه سجق موجودين، استعملوا اي كميات انتوا عايزينها مفيش مشكله خالص، هنعمل بيهم شويه كبسه حلوين جدا. تعالوا نشوف مقادير الاكله معانا ونشتغل فيها على طول مع بعض. عندي كيلو سجق او اي كميه زي ما قلت لكم، وعندي رز بسمتي، وممكن تشتغلوا برز مصري برضو لو حابين، وعندي بصل مفروم وطماطم مبشورة، وعندي فلفل رومي وفلفل حامي يعني فرمهم او مقطعاهم على حسب ما انتوا حابين، صوص ثوم مفرومة، وعندي كمان معلقتين كبار من الصلصة وبهارات كبسة، وعندي ليمون المجفف، وعندي عود قرفة وورق لورا وملح وفلفل. هقول تاني المقادير، عندي كبسه بالسجق، محتاجه عندي سجق، رز بسمتي، بصل، طماطم مبشوره، فلفل رومي، فلفل حامي، فصوص ثوم مفرومه، معلقتين كبار صلصه، بهارات كبسه، ولو مش موجوده هقول لكم تقدروا تستبدلوها بايه او تحطوا مكانها ايه، وليمون اللومي المجفف، وعندي كمان عود قرفه وورق لورا وملح وفلفل. تعالوا اول حاجه كده هكون مسخنه الحله اللي انا هشتغل فيها كويس جدا. انا هشتغل كله في حله واحده كده وكله في حاجه واحده، مش هشتغل في كذا حاجه. هسخنها كويس جدا بالشكل ده واحط كده فيها ايه شويه زيت. تمام، هخلي برضو الزيت يسخن ويشد شويه كده ونبدا ننزل بالسجق. هدي بقى تشويحه كده للسجق والحله سخنه بالشكل ده. اهو هوزع كده واسيبه كده ايه يتشوح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الحاجات بقى اللي مش عايزاها نرجعها ورا، نفضي الدنيا شويه. هسيب السجق عندي يتشوح شويه قبل ما احط بقيه الحاجه، وانا بشوح السجق بس ممكن احط معاه البهار المجفف اللي هو ورق اللورا واللومي وعود القرفه والكلام ده كله، اديله كده يعني تشويحه معاه يديني طعم ونكهه حلوه جدا، ويشد لي بقى اي حاجه او اي زفاره موجوده في اي الحاجات الجميله دي بتخلي الموضوع حلو جدا. احط عود قرفه، احط ليمون مجفف، احط ورق لورا اهو بالشكل ده، وهبدا ان انا اشوح السجق عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اوزع كده بالشكل ده واسيبه ياخد يعني تشويحه حلوه. مودة صباح الفل. حلو صباح العسل. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. دايما يا رب الحمد لله يا حبيبتي، والله بخير كله زي الفل والله. بجد الوصفات جميله جدا. الله يخليك، تسلمي لي والله، تسلمي لي، ومبسوطين احنا بنسمع صوتك كل يوم. والله العظيم انا امبارح كنت عاوزه اكلمك بس ما عرفتش اتواصل، بس النهارده الحمد لله سمعت صوتك. حبيبتي الله يخليك، تسلمي حبيبتي. شكرا يا حبيبتي، صباحك زي الفل، تسلميلي. هسيب بقى زي ما قلت لكم كده السجق ياخد تحميره، عشان كده كنت مسخنه الحله كده كويس اهو، وادي كده تقليبه مع ورق اللورا والحبهاء واللومي والقرفه اهو بالشكل ده، وهبدا بقى احط عليهم البصل. احط كده البصل وابدا بقى ايه ادي تشويحه كده للبصل مع السجق بالشكل ده اهو. ندى صباح الفل، ازيك يا ندى؟ ندى انا هستاذنك بس نوطي التلفزيون ممكن؟ الو. الحمد لله، انت عامله ايه شيف؟ الحمد لله. انا هستاذنك بس توطي التلفزيون معلش بعد اذنك. سامعيني كده؟ انا كده سامعاكي يا حبيبتي، اتفضلي يا حبيبتي. عامله ايه شيف؟ الحمد لله يا حبيبتي والله كله زي الفل. لو سمحتي يا شيف، انا ابني عنده 8 شهور، يعني ايه الاكل المناسب ليه؟ حاضر هقول لك يا حبيبتي ايه الاكلات اللي ممكن ندخلها في سن 8 شهور اذا ما عندوش اي مشاكل من حاجه. تمام؟ ماشي يا حبيبتي. حاضر حاضر يا حبيبتي، هقول لك افكار حاجات تعمليها تدخليها من 8 شهور ويقدر ان هو ياكلها معاكي مفيش مشكله خالص، الا طبعا لو الدكتور منعك من حاجات معينه. بصوا هنحط بقى الثوم المفروم اهو بالشكل ده كده،
ونبدا ايه نشوح السجق. هنزل كمان عليه بالفلفل، فلفل رومي كده، فلفل حامي على حسب الرغبه لو انتوا حابين، وهقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض. تمام، وهحط عليهم كمان الطماطم المبشوره. كل الحاجات كده اللي مش عايزينها نحطها على جنب، نوسع لنفسنا ونبدا نشوح السجق مع البصل والثوم والفلفل الحامي والرومي والطماطم المبشوره. ايمان صباح الفل، ازيك يا ايمان؟ حط معلقه الصلصه كمان يا ايمان. الحمد لله يا حبيبتي، تمام والله كله زي الفل. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي. الله يخليكي. ممكن بس طريقه تتبيله الفراخ المشويه؟ فرزانه يعني، عايزه تتبليها وتفرزنيها صح كده؟ حاضر. أيه. حاضر يا حبيبتي. كمان طريقه عجينه البيتزا. حاضر يا حبيبتي، عينيا يا حبيبتي. ماشي، صباحك زي الفل. هبدا بقى احط ملح وفلفل واحط بهارات كبسه. لو ما عنديش بهارات كبسه ممكن تحطوا ايه؟ ممكن تحطوا كبابه صيني، تحطوا شويه جوزه الطيب، تحطوا شويه كمون، شويه كزبره. انا هحط ملح عشان كمان الرز عندي. تمام، احنا قلنا على كل كوبايه من الرز معلقه صغيره من الملح. احط شويه البهار واحط عندي بقى الرز بتاعي الشكل ده، وابدا بقى اقلب كل الكلام ده كده على بعض، اخليهم ياخدوا من بعض اهو الشكل ده كده. وهقوم جايبه الميه المغليه وهبدا ان انا افلفل عندي الكبسه بتاعتي اهو. اظبطوا بقى الملح بتاعكم وظبطوا كل حاجه انتوا حابين تعملوها دلوقتي قبل ما الرز يتفلفل. اظبط الملح بتاعي، حابين تحطوا مكعب مرقه برضو ممكن تعملوا كده على حسب اللي انتوا حابين اهو. هقلب كده كله مع بعض وهعلي على الرز كده يعني بعقله ونص كده عشان ده رز بسمتي اهو. تمام قوي كده. الشكل ده اول ما هيغلي هحطه على النار الهاديه واسيبه يستوي براحته. يبقى احنا كده تعالوا نعيد سريعا عملنا ايه. اول حاجه سخنا الحل عندنا كويس جدا، حطينا فيها شويه من الزيت، وحطينا بعد كده السجق شوحناه كويس قوي، حطينا البصل، وحطينا قبل ما نحط البصل حطينا الليمون المجفف، وحطينا ورق اللورا والعود القرفه والكلام ده كله شوحناه مع بعض. حطيت البصل، الثوم المفروم، الفلفل الرومي والحامي، وطبعا تقدروا تستغنوا عن الفلفل الحامي لو مش حابين، وشوحت كل الكلام ده مع بعض مع طماطم مبشوره مع معلقه صلصه، كل ده اتقلب. وبعدين حطيت الملح والبهارات بتاعتي والفلفل، وضفت الرز بتاعي، قلبنا كل الكلام ده مع بعض، وحطيت الميه بتاعتي وظبطوا بقى الملح والكلام ده كله، واسيبه اول ما هيغلي هنحطه على نار هاديه. مهني صباح الفل. صباح الفل حبيبتي. صباح الجمال يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله والله. الحاجات الكل. الحلوه الله يخليكي. والله العظيم انت بتفتحي نفسنا كده على الطبيب والله. الله يخليكي، الله يخليكي. كل حاجتك جميله والله. تسلمي لي. جميله والله. الله يخليكي يا مهني، بحبك بموت فيكي كده. الله يخليكي. انا كمان والله جدا، قلوب عند بعضها والله. بحب اسمع صوتك يوميا والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. وانا احب اسمع صوتك والله كل يوم والله. تسلمي يا حبيبتي. بس غصب عننا بقى الخطوط المجهوله دي. الحمد لله النهارده جمع معايا اهو. الحمد لله يا حبيبتي، ده من حظنا والله. ربنا يخليك. الله يخليك. ازاي ماما؟ الحمد لله والله كله زي الفل الحمد لله. ربنا يديك الصحه. الحمد لله. طالعين من العيد ايه؟ مريحين في الاكل اكيد. لا احنا مريحين خالص. يعني مقضينا ايه؟ فول وكلام كده وبتنجان زي الفل. كتر خير الدنيا. ال 40 نفر يعني المفروض ما يتكلموش خالص. ومره رنجه ومره فسيخ. زي الفل، هو كله طالع من العيد مش قادر يدخل مطبخ. لا مطبخ. اللحمه بصراحه خالص. ومع الجو الحر والكلام ده كله فبنبقى عايزين ندخل. يا سلام. احلى منهم مفيش جبنه. طبعا اكيد اكيد اكيد. ربنا يديك الصحه حبيبتي. صباحك زي الفل. صباحكم زي الفل. الله يخليكي، تسلمي لي حبيبتي. شكرا يا حبيبتي.
تعالوا قبل ما نطلع فاصل كده نجاوب على سؤالين كده من الاسئله عشان يعني نبقى واحنا شغالين كده بنجاوب شويه. الاكل بتاع 8 شهور، اولا الاطفال بتبدا تاكل على حسب ما الدكتور بيحدد لكم تاكل امتى، في مثلا 5 شهور، في دكاتره بتقول 6 شهور، فعلى حسب انت الدكتور بتتابعي معاه بيقول لك دخلي له الاكل من امتى. طبعا 8 شهور ده دخلتي له اوريدي اكل اكيد، مش كل ده لسه ما دخلوش اكل، ففي الاول اديتي الاصناف كل حاجه لوحدها عشان تعرفي لو عنده حساسيه من حاجه والكلام ده تمام. 8 شهور بقى ده بقى له المفروض ان هو شهرين مثلا على الاقل بياكل، فبعد كده بتبداي ان انت تخشني الاكل شويه، يعني بتضربيه في الخلاط ناعم خالص كان الشهرين اللي فات، تبداي بقى تخشنيه شويه، تضربيه بس تديله او تهرسيه بشوكه بلاش تضربيه، يعني تبداي تخشني عشان يبدا ياخد ان هو يبلع او يمضغ الاكل والكلام ده كله. بتدخلي معاه ممكن تنسيلة فراخ، يعني 8 شهور ده ممكن تدخلي معاه حتة كده من صدر الفرخة تنسليها وتقومي حطها يعني هرساهم كده مع الأكل، أو ضربة بسيطة في الخلاط ممكن تعملي بروكلي، تسلقي شوية بروكلي مثلا مع شوية رز، أنا كنت بحط مثلا ساعات معلقة رز على شوية بروكلي على حتة من صدر الفراخ، كل ده يتسلقوا مع بعض كده مع شوية كمون بسيط، وأنا كنت بدخل قوي ملح بصراحة، كنت بحلي أكتر يعني لو حاجة حلوة بحط سنة قرفة ولو حاجة حادقة بحط سنة كمون كده، وبعد كده بقوم بعد ما تسلقيها تقدري ان انت تضربيها ضربه خفيفه ودي عندك وجبه. ممكن تدخلي له الرز والملوخيه وبرده حته الفراخ نفس القصه، بس اهم حاجه تبقي يعني الحاجه يعني مش سليمه، يعني 8 شهور ده لسه محتاج ان هو الحاجه تبقى خشنه شويه بس مش سليمه تمام. برده ممكن تعملي له ده الزبادي والالبان والحاجات دي، دكاتره كتير جدا بتقول ان هي ما تدخلش قبل السنه، فبرضه من الحاجات اللي انت بلاش تدخليها قبل السنه عشان يعني نبقى الدنيا تمام وتاكدي ان الدنيا زي الفل والكلام ده كله. اي خضار بقى عندك، يعني موضوع الرز والبروكلي والفراخ ممكن تعمليه معلقه رز على جزر على فراخ، معلقه رز على كوسه على فراخ وهكذا، يعني تنوعي كل يوم شكل خضار، ممكن تعملي ميكس من الخضار قطعه من كل حاجه، جزر بروكلي كوسه بطاطس الكلام ده كله، وتقومي ضرباه برده وحاطاه معاه معلقه رز كده تبقى مسلوقه معاهم والكلام ده كله، تتخن لك الموضوع بيبقى حلو جدا. الفاكهه هتيجي بقى الموزه ممكن تهرسيها دلوقتي ويبدا ان هو ياكلها، عندك التفاح، عندك يعني بعيدي بس عن الخوخ البطيخ الحاجات اللي هي ممكن يبقى فيها مشاكل شويه بلاش، يعني خليكي مثلا لما يبقى فيه كمثرى تمام، تفاح تمام، الموز تمام، الفاكهه اللطيفه دي بتبداي برضو التفاح تهرسيه بعد ما تسلقيه وتحطي عليه سنه قرفه بيبقى طعمه في منتهى الجمال حلو جدا. ممكن تحطي عليه معلقه من الحاجات اللي هي مثلا زي يعني مش عايزه اقول اسامي شركات، بس معلقه مثلا من الحاجات اللي هي بالرز والذره والحاجات دي بتبقى برضو لطيفه جدا، ممكن برضو تحطي عليها. ممكن تفرمي بسكوت وتحطيه على التفاح المسلوق وبشويه ميه كده وتقومي مقلباهم على بعض وتديهم له، فبرضو من الحاجات اللطيفه جدا. فنوعي ابدأي نوعي عشان يتعود ان هو يدخل له كذا حاجه. بتبدأي بقى من بعد 9 شهور بشويه كده او 10 شهور بتبدأي تأكليه الاكل يعني مستوي قوي، بس في نفس الوقت تقللي بقى موضوع الضرب ده لحد ما يبقى سنه ياكل اي حاجه. سنه انا بشوف لو هو ما عندوش مشاكل صحيه يعني الحمد لله ان هو سنه ده زي يعني زيه زينا فرد من الاسره بياكل كل حاجه احنا بناكلها بشكل طبيعي تماما. ده كده بالنسبه للاكل بتاع الاطفال الصغيرين. عندنا ايه تاني؟ عندنا الفراخ المشويه ازاي نفرزها او نعملها ازاي وادخلها الفريزر وابدا ان انا اطلعها تاني. عندي تتبيله الفراخ المشويه، هجيب ميه بصل، عصير طماطم، ويكونوا مش عايزه فيهم اي تفل او اي حاجه، انا عايزاهم ميه بس. عندي عصير طماطم على ميه بصل على معلقتين كبار من الكاتشب على معلقه سكر او عسل، وهتحطي معاهم ملح وفلفل وشويه عود روزماري، عود واحد بس مش اكتر من كده، ومعلقه خل، وهتحطي ملح وفلفل وشويه بابريكا وثوم وبصل باودر وشويه كركم صغيرين، بتدي طعم حلو جدا جدا ولون لطيف قوي في الشوي. هتقلبي كل الكلام ده كده مع بعض وبعدين تحطي الفرخه بتاعتك، وممكن تحطي كمان معلقه مستردة معاهم بتخليهم برده حلو قوي.
بتحطي الفرخة بتتبليها كويس جدا، وبعدين بتحطي الفراخ زي ما هي كده في الكيس وتفرزيها بالتتبيلة بتاعتها بكل حاجة، بتطلعيها تفك وتقومي يعني متأكدة تاني ان التتبيلة كلها واصلة لكل الفرخة، بتقومي بقى مديها صدمة على الجريل على النار او على طاسة على النار من الناحية دي ومن الناحية دي لو انت فرداها احسن، انا بحب المشوي يبقى مفروض، وبعد كده بتدخليها الفرن، ممكن تدخليها كمان في الشبكه بتاعه الشوي، عايزه تشوي على الفحم اللي انت عايزاه براحتك خالص، وبعد كده بتقومي حاطه فحميه كده لو انت مش بتشوي على الفحم ومدخناها كده ومغطياها ومخليها زي الفل، تعمليها جنبها كده شويه رز اصفر الجميل بتاع المشاوي ده بيبقى حلو جدا.